إن شاء الله راح نتكلم عن الأسباب الوظيفية الموجودة التي تسبب الإمساك، إمساك غذائي. وطبعا هذا النوع من الإمساك هو شائع كثيرا عند البشر، ويعتقد بأنه يصيب 5% من الناس، ويكون عادة سبب الأكل الغير صحي، وكل اعتماد على تناول أنواع معينة من الطعام، مثل الطعام الذي لا يحتوي على الألياف، وأيضا ينتج فضلات قليلة كاللحوم ومعظم أنواع الرز. الطعام الذي طبعا يسبب قساوة أو صلابة البراز، مثل الأجبان أو التغير في طبيعة الطعام، وقلة تناول السوائل يسبب الإمساك مع هذا الأطعمة، مما تؤدي إلى أمراض كثيرة جدا. وننصحكم باستشارة الطبيب مباشرة عند الإحساس بالإمساك. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.